المستشار مرتضى منصور. نعم. وانا كنت عايز بس قبل اتكلم في اي فضل. حاجه كريم، عاوز اقول كل التحيه والتقدير والشكر للاستشار مرتضى منصور اللي جاب لنا فيريرا. نعم. فيريرا هو صانع السعاده في الكره المصريه. نعم. فيريرا هو صانع السعاده لجماهير الزمالك. نعم. فيريرا مكسب للكره المصريه قبل ما يكون مكسب لنادي الزمالك، علشان فيريرا نادي الزمالك هو مؤسسه رياضيه تخدم المنتخبات الوطنيه.